كتاب المغازي كتاب المغازي كتاب الدولون تدب تنجا قبصا ووجا غزوة العشيرة دول عشيرة أو العسيرة لا في بابا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قيل له جاماني كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم رسول همم دول بالغزوة دول الرحمم تكدول قال 19 غزوة جتن كالنبي وجنبه بيخ قيل كم غزوت أنت معه أنت يا همم تكدول توجي قال 17 دول خلا تربان دول قيل فأيهم كانت أولا خميد دراته قال العسيرة عسيران الدرة أو العشير أو العشيران نشك قل دي بيجين كانت موبايل كاكبو خانالات خيجي بساتي إيه دامسي أكرر قبتك قديم دي بماس هايا قصة غزوة بدر دول عضو بدريتي في بابا أمت لما فاتي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء شهدت من المقداد شهدت نين قبل هفزين قول المقداد المأسود الراجع مشهدا مشهدا دقيتش تقل ولا تقل لأن أكون صاحبه أمو أبا دبي سني خنين تهوت أحب إلي قرخي يجال تمانا مما عدل به وان دنيا نتقطعت هندر رجع أتى النبي صلى الله عليه وسلم رسول التدفي وهو يدعو على المشركين رسول موقع كافر أبارو التدفي مقداد كني فقال نجي لا نقول كما قال قوم موسى مقداد جابر أكا قومي وربني إسرائيل موسى انجان أبدا سنين جنو فاذهب أنت وربك أتي أبليس خديم لولا خجانين سن أكا سنين جنو ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك مرقاب تاخيتي لولا مني وبين يديك وخلفك درابو تاخيتي لولا مني أكا وربني إسرائيل موسى انجان سين انجان فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم دوب نبينا نرك أشرق وجهه فولسا خنفه وصره إسا قمتشي سدبين عن البراء رضي الله عنه قال كان عدة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لقوسي ورانا نبيك يا بدرين ته ممن شهد بدرا ورى بدري لك الرى وران نسان ته عدة أصحاب طالوت لقوسي ورانا طالوت تبسده في خدا أفر الذين جازوا معه النهر جاوزوا جيها جازوا جاهم جازوا جاوزوا جيبوا أقوم خيتها ختام نخيتيس الذين جاوزوا معه النهر لغو أردن خواجي دابري يجو لغو أردن خواجي دابري نما دبا سدي في خدا سدي وران نبي خبتر اللوليس دبا سدي في خدا سدي بدعة عشرة وثلاثمائة بدعة عشرة خلاني في وهي وثمانمائة لبسد وثلاثة مائة لبسده قال البراء براء النجي لا والله ما جاوز معه النهر لغا أردن سنمو طالوت وجين دبر إلا مؤمن مؤمن ملين دبر أما كان أجبت رافن بشان سندوينان أجمب بسين قبدير رافن عن أنس رضي الله عنه قال قال أنس كنّي قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول جي من ينظر ما صنع أبو جهل أبو أن يدمن على لوان أبو جهل التجير فانطلق ابن مسعود عبد الله المسعود الدم فوجده أبي جهل أرك قد ضربه أبناء أفراع خنها ليس دوين أرك جل لمن أفرائي حتى برد محمد ايك ابناوت قال جين انت ابو جهل عبد الله المسعود جان اتي ابي جهل جين فاخذ بلحيته اريد ساقب قال جين وهل فوق رجل ابي جهل كان جابا وهل فوق رجل قربار نجرا قاتلتموه خيس نجيفتن الرقعين نجرا جان ايران نجيزي أو رجل قتله قومه قربا والرمان ثاني أجيس الرقاني واجراجا
ورخين نجيسي عن أبي طلحة أقزي أما تابسون دوبا عبد الله بن مسعود الراوب باسي غافدري أبي جالين كوني عبد الله بن مسعود يمي عبد الله بن مسعود كان الأبيتي غرهن الرامري أقزي دوبا عبد الله بن مسعود ديمي ميلال أبي جلوان تجيرو كوجي النبيين لكن قلت لك هفورا كي سجير أقصي أرمى أوري هذا شيء ديره هير كسر أفر غرة ساتي ذني موري أقصي تيجي دوبا كجين نبين ألوزنو بيلوزني ولا أنفسي هذا جين غرة بقى مرتيسان سموري فنجام بقى تيدا هذا جين ألوزنو بيلوزني ولا أنفسي هذا جين عبد الله بن مسعود نمني سره قطع انجرو جان مغول انسان مخانا تقجان دمي مخاقول كره قبار رجرو كل انسان ولين اقنا قره جان وساقه اسقل على الميزان من جبل احود انجي مغول ان عبد الله بن مسعود تك اللي انسان للوتون ميزان الرقو يا قياما غار احود كان الرميزان باتي جي نعم جاي باتي ألوزو نو بلوزو ني والأنفسي هذا جيه بقر رابابة تجيه آية عن أبي طلحة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رسولين أمر يوم بدر ويا بدر أجاجي بأربعة وعشرين رجلا ليردي دمي أفردت أجاجي من صناديد قريش قد قريشي من قد قريشي خنتهن فقذفوا في طوي إيلت حرما من أطواء بدر إيلوان ويا بدر الراجع خبيث مخبث مخبث ابو حسن لك مخبث انجا مخبث انجو خبيث مخبث انجا ماني حسن لك وما تجج الان اعجاب بشمس بدني سنت ري قطر نمد دم يف دانيو تقريشيتو هايا وكان إذا ظهر على قوم رسول أمة الرقو إنجفتوني ته أقام بالعرصة تجيس ساني خانتاو ته قياسة دي فلما كان ببدر اليوم الثالثة بدرت قياسة دفع يوقك أمر براحلته حشاسات تياجج فشد عليها الرجب إفمي رحلها خوف النسيد آجا ثم مشى دام وأطبعه وصحابه صابا فنياعا وقالوا جان ما نرى ينطلق ندي ما يان إلا لبعد حاجته فين كانوا ما بدي ما ملي ويان حتى قام على شفة الركي هم قو تفوت أوان نخن إلى الفوتو الدمي سخاصة أسمى خيطنا خاصي اندري قد خاصي أفان إلى الرحمة عبتوتي فجعل يناديهم اتل الله بسين بأسمائهم مقا سانيت وأسماء آبائهم مقا أبا سانيت أبلو يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان يا بلو أبلو أيسركم اسم قمتي سامة أنكم أطعتم الله ورسوله أما ربي رسول قالي قلون اسم قمتي سامة فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا والرب نبل من أقاته قرتم سا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا والرب نسني بل من أقاته قرتني من العذاب كتاتر جئت لله فقال عمر يا رسول الله عمر النجي ما تكلم من أجساد ما للرادب بفتيا إرقى ربي قاما لا أرواح لها روحين قمن ما للرادب بفتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دوب رسول النجي والذي نفس محمد بيده ربي لب محمد أرقص أجرتون كغن ما أنتم بأسمع إرادك يونتاني لما أقول منهم وانين إنسان إنجو خانا إنسان الرن لقيسن إنك لا تسمع الموتى نويون ونجان خانا معجزة نبي داتي وربين لقيسن إنهم الآن جلال الرانتنا نلقي أنجي
موجزا ساتي في جنة يوخين أمو عائشانا قجرتو ما أنتم بأسمع منه مين ما أنتم بأعلم منهم ججو لما أقول لهم ججو وانين نجؤون إذن بيتنسي أراني بيترو ينساني لقاتو آية الرفاعة من رافعين الزركي رضي الله عنهما أما سيني قالي والدي دا ما يديدو خجو غامي آية أرمى قدينة وقراني تقرأ قلون إسيني قالي معارداني قابا قرآن أول فعل ليسا إيه خجو مي أتيس كاوكا قمنا وين بانا من راونا يتاق إيه قمنا اندبت داقا إيه قرآن أنسل أول فعل ليسا أمو قي قدرانا بيته وقو جنن فعل ليسو تكاو أسمع سن أعلم تقو بسر أكهو يونو قذب بسرتي ولم فعل ليسو جاقا بدينا بلاشن قولنا مايا وكان ممن شهد بدرا ورب ذلك الرائه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملك جبريل النبي التلفة فقال جاء ما تعدون على بدر ورب ذلك ما للكويتني سنكيدت قال جاء من أفضل المسلمين شعلا إسلاما تلقوين أو كلمة نحوها تقاوها خنفقات أشرفها جعل ملائكات تلقوين جعل اسلامات تلقوين قال جاء جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة نتيت اكسوما بدري ملائكة رانا ما بدري نفي جعل ملائكة لقوين جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رسولين قال يوم بدر ويا بدرين جي هذا جبريل هنو خقرتن كن جبريل آخذ برأس فرسه لو آخذ برأس فرسه بلجام جو بزمام جو برأس فرسه متى فرد ساق بيت ديما عليه عادات الحرب بشالولات ديما لال جبريل يمكن نلو لابر افين دو جيسو مالي ها صاحباني اغرتي ايه سورانا ما دو سورا مني يعني بر امامة ما مدور مانا ايه عن الزبير رضي الله عنه هايا أنه قال جاء لقيت يوم بدر ويا بدرين قدامي عبيدة بن سعيد بن العاصي عبيدة المسعيد المعاصي قدامي هو مدجج إساها قوقتين لا يرى منه إلا عينه إلا عينه حمي جلماني مليواتك كرم الله مشا سبيلا قمي صلى الله عليه وسلم نمجيسو مالندو ايقا اجمسوني نجيسو ديماني وهو يكنا اما اني كنيا قنما ابو ذات الكرشي ابا قراج يعني انقر قدتا فقال جيه. انا ابو ذات الكرشي انا ابا ذات الكرشي نم بيتني فحملت عليه ارت انقلب سيتجي بالعنزتي اي بوخيان يعني. فطعنته في عينه اجمسوني اندريجي فمات أكثر ديجلا بكتك وران ننسين ولا ننسين دو أنصدات وخابكتك كان أما يجاسم مالي بيفلم ما سال الله تيتم يجمسون إنك هاي هايا والا جي خان والا هم جتان أولينك قال فلان جي وانت كبودان في ديها لقد ودعت رجلي عليه ميلخيان الرهاي ثم تمطعت نين اركسي فكان الجهد فكان الجهد لاوا واني ايبوسن الرالكسون چنكي تيجي ان نزعتها وقد انسانا ان الرالكسون چنكينا تيجي وقد انسانا على مرمينجي طرفاها طرف نسي لمان طرف لما قبلاو نسون اكنا لا واني وران نسون لچو كسمت جدن انسيني خال قال عروته عروان نجي فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله إياها رسول الله
نبي ورانا سنة هني جين فأعطاه إبو سنفرانا كني جي تين كني جي إبو أجايبا فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قدوه أخذها نفود ثم طلبها أبو بكر أبو بكر برباد ماز فأعطاه نخنف فلما قبض أبو بكر أبو بكر قدوه سألها إياه عمر عمر قافته فأعطاه إياها اتخن فلما قبض عمر عمر قدوه أخذها فوده ثم طلبها عثمان زبي عبد الله يمي عبد الله المزبيري دي اخذها مجني لكي ابانا دي تركا قبوم بان اخذوا ثم طلبها عثمان منه عثمان قابه موتم باسا عبد الله الرابر باد ورانسا فاعطاه اياها اتخن نجا فما قتل عثمان عثمان اقوى اجيفا من خوارجا اجيسه وقعت عند آل علي ورقات لما وران نسل الله نسمك علي 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 جيب ربو داني فطلبها عبد الله بن الزبير عبد الله المزبيري قافت ان يما ساني برباد فكانت عنده عبد الله بن ربو دانت حتى قتل اما جيب متساز وليدي اجيسي يزيد 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 بن معاويات اجيسي يزيد بن معاوية حسني اسا اجيسي حسين اسا اجيسي مرحبا عبد الله المزبيري اسا اجيسي مالف الله ميكجو خوارجان عثمان جيب تين جيبر كنس مبغو بري خوني موتم مار ولا جيز ها حسين قد جيز وران ما جيز متى سار مراني يزيد يفد اكسي اولي قبته متى سار قصد ددي خوني سامورم اما هشاشون جولين اقض يتي غنده خي سياتو سن اقا يزيدين قابض متا حسين نيقول سن قول تنافو هشاشون حرامي جانيبا اما ونين حسن اكت جيسا يزيد كناتيتو اقض قطتي فيال اللبي يوغازي مالتو سيوا يينان جارتي عبد الله بن سلام يوم فودنين دينجي اكازي تجارتي عبد الله بن سلام سن عبد الله بن سلامين جارتي تنهيخي يجانين بعد معاوياتهم قال يزيد بن معاوياتهم فان اكازي تخافر را هيخي ايه أقول دوبات رقاني دوب سنيف يزيد بن معاوية سبر بادا أقول جانين نديت أين يمالي حسن مالي حسن بن علي أكاسي حسن هيرمت أقول يسين حسن هيرمت في دنيتما جارتي حسن تدراسن هوري قد دغنني في التقرغلت أكا حسن كان السمي قوت أكاسي تحسن سمي قوتي سمي سنبدي خنايو حسن ابي حسيني يزيد وابن معاوية قتي يعني وهما ريحانة تايا خنا مين جو سن يقول لك قاسي ارقية فتسن قم حسن سمي اندو حسين ورانو مساتي قتي أجيس آية لكي بر معاوية انجبوي عثماني بر كنين خوارج اجيسي وعجبا خانما دبباتين سينا يمتين تلتي جارتين عبد الله بن سلام تر خانما حسن دبباتين لما ترقتين نيزكا نافع نيزنا دبسا جيان كايقا يزيد يبرباد دن انزيون ايام تنسيبا نا دبسا جيان اقرا يزيد في حسن سيبرباد جنان انا حسن ما ناتيت عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها رب الراحة فانو قالت جت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم رسول نطلفة غداة غنما بني علي بني علي بيت جديد جت منها رينا الرجارني عروسنا السيني
فجلس على فراشي فراش غير رتاي كمجلسك مني أكم ما تتي سوانا النبي رتاي وجويريات حالا جولين دبران تكا يدرب نبي الدفي دبي لاوتني تبتنين يندبنا فارسنين من قتل من آبائهن يوم بدر نما دوئي نما دومي أبوتي ساني راقو يا بدري حتى قالت جارية انتلو تكاجي وفينا نبي يعلم ما في غد نتي نبي لقم نخوان برو بهيخ يد فقال يا نبي لا تقولي هكذا أقد انجين مجا وقولي ما كنت تقولين أقد رانجت تفاجئ ملك سنجين مالتي وانبرو بهامي عن أبي طلحة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب نبي خانته وكان قد شهد بدرا لولا بدر لين دك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وجن دك أنه قال جاء لا تدخل الملائكة ملائكان انسنت بيتا فيه كلب من سرين جرت ولا صورة من فوتون جرت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء حين تأيمت حفصة أقو حفصان سعد يعني تامات تجار سر رادوئي من قنيس قنيس الرأي وقدوئي من قنيس بن حذافة السهمي قنيس خان الرأي وقدوئي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة نبي الرأي قد شهد بدرا لولا بدر الله ندك توفي بالمدينة مدينة نبي تدوئي فقال عمر عمر نجي فلقيت عثمان بن عفان عثمان المعفان كنمي فعرضت عليه حفصة حفصاتي يعني الرافد بوهي حفصان سيغنى كم جتا فقلت إن شئت فقلت نينجي إن شئت أنا أنكحتك الله بو مالجا دبنا كنمجا فعرضت عليه حفصة فقلت حفصان الرافد نينجي إن شئت أنا أنكحتك أنكحتك مجيغا أنكحتك سيفين كنا حفصة حفصاتي ينسي خنا قال جاء سأنظر في أمري أبوني مريد دمي الرقام فورا دن دومي في مريد فلبثت لياليا حلقنا الدودان بولي فقال ناني جاء قد بدالي قد بدالي نام الله الله أتزوج يومي هذا بديخي يخنا الرقام فورا دن دب فورا دن دورا بون نام الله قال عمر عمرون نجاء فلقيت أبا بكر أبا بكر إن كنا من فقلت إن شئت أنكحتك يوفيت أفساتي ينسيخن فصمت أبو بكر أبو بكر نجل سيدي بسان أنقوني فكنت عليه أوجد مني أموك أبي بكر رتني ناري عارون الرا عثمان الرتاتر فلبثت لياليا حلقا نوانين ببولي حتى غطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفساد بفتد بنبين فأنكحتها إياه نبي لا خنيسي فلقيني أبو بكر أبو بكر نقنمي فقال لعلك وجدت عليا أبو ولينا الرتنا تعرتين سيسايا حين عرضت عليا حفصة أبقال أفسان الرفدنا عرتين سيسايا فلم أرجعي إليك خنين قرخ يدي بساسين قدين ولينا عرتين سيسايا قلت نعم إيه سيالي قال جاء فإنه لم يمنعني نندوركني أن أرجع إليك ديبي ساسي قدو نندوركني فيما عرضت في جواب ما عرضت ديبي ساوان نر في الديجا إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي دام مقال الدوان لقيه فلم أكن دوبان تاني لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم سر نبي لا فجأة سانتاني تنافينوسي ولو تركها رسول الله رسول الله نبي ندوديسي لقبلتها نمان قبل عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال غنوني جاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول جاء الآيتان آيان لمن من آخر سورة البقرة ثم سورة البقرة تته من قرأهما في ليلة نمني ألقن تكقره كفتاه كفتاه من صلاة الليل أو كفتاه من شر تلك الليلة همتو هلقن سنين راني قيابي
تقاو صلاة الليل راقيا بي ما نطابق أبابا مالين كهذا مالي بامني وني لقى بدري ولا بدري جيمي كساتو بدري إمانو ماني قالي وري بدري لكو جرحنا عن المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه حليف بني زهيرة قلت ور بني زهيرة هنته وكان ممن شهد بدرا ور بديرك الرائه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول فاوجنجا أخبره نعدي سيفي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول نجي أرأيت نعدي سيفي إن لقيت رجلا من الكفار يوم قربا كافرات وكوكونامي فاقتتلنا واللول فضرب إحدى يدي بالسيف تقار كخي يلماني هبلين نروي فقطعها هركمر ثم لاد مني دوبنا الرانوخة بشجرة مغدوب ميرت فقال دوب جي أسلمت لله أسلمت لله ربي ترقهن أمن جي أقتلته يا رسول الله أقتله يا رسول الله نين الجيسة نمسون بعد أن قالها إيقلا إلا لله جي نين الجيسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولنا كجو لا تقتله إن الجسم بو فقال يا رسول الله يا إرقى ربي إنه قطع عيد يدي تقار كلماني برنموري ثم قال ذلك بعدما قطعها إقار كنبور بودا لا إله إلا الله جابر إفباسو ديما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دوب رسول النجي لا تقتله أبونا الجيسن فإن قتلته يويس الجيبت فإنه بمنزلتك إن درجة خيط الجرى في كوني معصوب الدمي قبل أن تقتله إذن الجيسن إن درك قبض وإنك بمنزلته أتكم ساتي قبل أن يقول كلمة كلمته إذن كلمة جيسن إن جين إن درك قبو في كونك مباح الدمي لا في الكفر ين في كونك مباح الدمي لا في الكفر عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رسولين قال في أسار بدر بوجيكو يا بدر خيس النجي لو كان المطعم بن عدي مطعم المعدي خندر دي سنة دو جراتي ثم كلمني في هؤلاء النتنا دوبا أجاتنا خيسا مغنتانا السيني نادي سمغن تانا انجي لا تركتهم له اساجة كان قد دي سليا دين كان له عندي والنبي راقب فرق نبي راقب عجل.